ابدا في هذا البث المباشر. وبشرة معكم من نواحي مدينة الدار البيضاء. كما كتشوفوا راه اليوم الاسر المغربية كتساعد باش انها تحط الرحال يعني لا تمشي للعائلة عند العائلة ديالها الى اخره. خصوصا هنا في كازا راه اجواء اللي هي زوينة بزاف برغم من ارتفاع درجات الحرارة برغم ستريس برغم من يعني كنشوفوا اجواء اللي هي حماسية كنشوفوا داك الشغف في العيون ديال المغاربة الفرحة ديال العيد استعداد عيد الاضحى المبارك اللي غادي يصير في يوم الخميس ان شاء الله. نتمنوا من سائق المهنيين يردوا بالهم في الطريق الله يجازيكم بخير ردوا بالكم في الطريق راه حنا عارفينكم انه في المناسبات ديال الاعياد الى اخره راه كيولي واحد الضغط رهيب على 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 الطرق كامله لا بالنسبه للطرق العاديه ولا حتى بالنسبه لطريق السيار. ردوا بالكم الله يجازيكم بخير وقبل ما يعني ما تقلع شي طوموبيل ولا شي طاكسي يشوفوا يعني يقلبوا مزيان يفحصوا مزيان يشوفوا اذا كان شي خلل ولا شي حاجه يعني كما كنقول الله وراه الوقايه خير من العلاج. متتبعينا الكرام كنشكركم على حسن المتابعه ونلقاكم ان شاء الله في نفس المعاش الاخر الى اللقاء. بزاف ربنا